التعليم مهنة تحتاج للكثير من الصبر، خصوصا مع تلاميذ صغار يجدون صعوبة في التعلم. وفي الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، أكدت معلمة عراقية مقولة التعليم رسالة. دعونا نتابع. هذا انت كاتب؟ طلع شوف كتابتك. هذا انت كاتبه؟ طلع نام مثل هذه اكتب لنا. عافية عافية روضي عافية. صبقولي شباب حيل. هاي شنو حيل صبقولي. عافية بالشاطر. كما تابعتم، تحول الطفل الذي كان يقف باكيا أمام اللوح بسبب عدم إيجاده كتابة أشياء معينة طلبتها منها المعلمة إلى طفل مبتسم وسط تشجيع معلمته وزملائه. الفيديو أظهر فعلا ما يمكن أن يحققه الصبر والمثابرة من قبل المعلمين مع تلامذتهم. بالطبع أثنى رواد مواقع التواصل الذين تناقلوا الفيديو على هذه المعلمة التي أدى صبرها ومثابرتها كذلك على تطوير قدرات الطفل التعليمية ودعم ثقته بنفسه. المغرد إبراهيم قال في تغريدته ما يلي: التعليم يحتاج إلى ذلك المعلم الصبور الذي يحمل على عاتقه أمانة الرسالة التربوية رفعة الوطن وتقدمه وتطوره بما يقوم به من خدمة المتعلمين، ولا شك بأن حملا كبيرا يقع على عاتق المعلم الذي يباشر عملية التعليم ويترجم الخطط التعليمية ليصل بها إلى بر الأمان. في تعليق آخر أكد أحمد أن المرحلة الابتدائية هي أهم مرحلة وأن دور المعلمة مهم جدا. أحمد قال: الله يجزاها خير ويوفقها، فعلا أهم مرحلة الابتدائية، ويجب أن تكون المعلمة أو المعلم على خلق وصبور، ويحتاج لدورات ودعم من الإدارة العليا، وفيه معلمات ومعلمين قلة جدا للأسف طريقتهم في تعليم الأطفال سيئة وتحبطهم وتخوفهم منهم، ومنهم من يستعمل رفع الصوت بشدة لأخافتهم. المغرد خالد أشاد بدوره بما قامت به المعلمة خصوصا مع هذا التلميذ الذي يعاني بالفعل من صعوبة في التعلم، فقد قال: الله يسعدها ويجبر بخاطرها يا رب. فعلا الأطفال اللي عندهم صعوبة التعلم يبيلهم دعم معنوي كثير، وهاللحظات يتعبون المعلمين والمعلمات، وقليل تحصل اللي يحتويهم ويشجعهم. الله يسعدها يا رب. أما سلطان فهو متأكد أن هذه المعلمة ستبقى راسخة في ذهن التلميذ مهما كبر، فقد قال: بإذن الله إذا كبر ما ينسى لها هذا المعروف، ولازم صراحة يتم تكريم هذه المعلمة وتكون قدوة لباقي المعلمين والمعلمات. ملينا ونحن نسمع عن مشاكل الطلاب والطالبات ومعلمينهم، نبي أخبار حلوة مثل هذه. وبالنسبة للمغرد محمد فقد نوه إلى نقطة مهمة جدا قائلا في تغريدته ما يلي: في أهم شيء نظريات الكون الاجتماعية والتي تدرس إلى اليوم ويجب على كل ولي أمر ومعلم معرفتها هي نظرية أريكسون، والتي تنص على أن الطفل إذا لم يتقن نشاط سيفقد الثقة ويشعر بالضعف والنقص. شوفوا الفرق بين المقطع الأول والثاني. وأنتم مشاهدينا، كيف برأيكم يجب تكريم هذه المعلمة على ما قامت به؟ شاركونا آراءكم.